الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لذلك نحن عندنا مصطلح برمضان اسمه التخلية والتحلية. شو في عادات غلط، شو في سهرات مختلطة، شو في شاشة مفتوحة غير منضبطة، هي تخلية، أنت ابتعدت عن المعاصي كلها. وتحلية بعد ما استقمت تركت كل الأشياء السلبية، سمح الله لك أن تتصل به. فإن لم تقل ليس على وجه الأرض بعد هذا الاتصال أسعد مني إلا يكون أتقى مني، عندك مشكلة كبيرة كثير. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.